احنا محددين يوم 20 اربعاء 20 النهارده، يعني حوالي اسبوع يعني يعني الاضلاع بدلونا في شأن هذا القانون على وجه التحديد بين غيره من القوانين، وهيكون موجود ممثل الحكومه. طيب ما تطلبوا من ما انا عندي جاي لي من 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 طرف حضرتك عم تقول لي ان في اكثر من مسوده او في اكثر من انا عايز اقف بدقه على احتمال ان يكون هناك تمايز بين ما لدي وبين ما لديكم الى اخر في ضوء اللي حضرتك افضت بيه. وبعدين انا في حاجات بتاعتك يعني توصياتك انت كمجلس قومي لحقوق الانسان مش هاخدها من حد ثاني غير من المجلس، وتقويمك لما اعمل من توصيات ولما يعني جنب او لم يعمل به في اخر نتائج العمل المشترك بينكم وبين المنظمات الثلاثة الى اخر. في حاجات انت مصدري لازم يبقى موثوق ومباشر وغير ملتبس ان شاء الله. تمام، بس انا هتصل لما تبقى جاهزه خلال ايام هتصل بك. تمام، في هذا الشأن خلينا بعد في قانون انت بتسميها دلوقتي في مصطلحاتك ولا في توصياتك ولا في اقتراحاتك لتعديل القانون؟ المنظمات الشعبيه المستقله؟ لا مش منظمات المجتمع المدني؟ لا. بتسميها ايه؟ القانون بيسميها الجمعيات الاهليه. هي منظمات مجتمع مدني. لكن الشكل القانوني اللي هتاخده عشان تنشط فيه الجمعيات والمؤسسات الخاصه هتبقى جمعيات ومؤسسات اهليه. ده طول عمرها. يعني ده أيوة. ده المصطلح. انت كمجلس قومي لحقوق الانسان، لا انا بتكلم. انت كمجلس قومي لحقوق الانسان يعني وفيما يتصل بتأمين استقلاليتها التي عاشت دهرا او تكاد على مدى تاريخ الوزارة اللي هو استثنائي نفسه من لو جبناه حتى من 34 فيما بين الحربين وفي ظل الاستعمار البريطاني، يعني ده تاريخ نشأة الوزارة التي كانت الشؤون الاجتماعية ثم قالت الى التضامن ايا كان المسمى، هي اصلا بنت وضع استثنائي في تاريخ البلاد، ووجودها يعني الممتد والمتواصل والمضطرد بالقوانين يعني سيئة السمعة دي 32-64 إلى آخر لم يكن إلا أظن يعني أداة الاستبداد بالبلاد وتكريم ويعني الحيلولة دون أي فاعلية لهذا الشعب إنه يبقى شعب أصلا، يعني الحيلولة دونه كافة حقوقه سلت وجمدت وعطلت وأربكت بهذا القانون محددا، يعني فما بقاش في حاجة اسمها عمل مشترك أو مؤسسي مسموح به قط بهذا القانون وغيره من قوانين عطلت كل حقوق تنظيم. شوف يا استاذ شفيع، الاصل زي ما انت قلت ان احنا اي مجتمع متقدم ديمقراطي يبقى فيه يعني امكانيه تاسيس منظمات شعبيه مستقله اللي هي منظمات المجتمع المدني كافه بما فيها من نقابات واحزاب. لا وانا هذه مش مجتمع مدني، مؤسسات اهليه وشعبيه. أيوة. بس الجمعيات الاهليه النقابات المهنيه والنقابات العماليه لها ظروفها الخاصه وخدت الشكل ده. ايه ظروفها الخاصه اللي خلتها تاخد الشكل ده وما تخليهاش اقول شانها شان لا هي تاخد هي خدت استقلاليه، يعني مثلا جمعية المنظمات النقابات المهنية النقابة المهنية دي مهمتها انها ترعى مصالح ابناء المهنة طبيعي، وانها تنظم ممارسة المهنة تمام، وتؤمن المهني من اداء رسالته تؤمن له كافة حقوقه وتمكنه من اداء رسالته وبالتالي طلع لها قانون خاص غلط. لا لا معلش لحظه هستوقفك، قانون خاص ايه اللي تقصده؟ ما هي قانون النقابات المهنيه. مفيش حاجه اسمها قانون النقابات المهنيه، يعني ما يا سيدي اسمح لي قانون نقابه المعلمين، قانون نقابه المحامين، كل دي منشاه بقانون. ليه؟ لانها هي اللي بتدي الرخصه
لممارسه المهنه. طيب يبقى اسمح لي ان اعلمك واعلمك هنا المجلس القومي لحقوق الانسان يعني ما بعلم يعني قصدي مش بيرسونال مؤسسيا استدعي حكم الدستوريه العليا في القضيه رقم 6 لسنه 15 القضائيه الدستوريه الصادر في 25 ابريل 95 واللي كاتب حيثياته في 18 صفحه المستشار الراحل عوض المور راس المحكمه الدستوريه انذاك بوصفه واللي بيقول مفصلا في منافسته محددا كل تعريف يعني ايه مهني يعني ايه نقابه يعني ايه الى اخر حيثيات الحكم بعدم دستوريه القائم من نقابات الكافه كافه و يعني اوفى وافاض في كيف تم تخريبها وتشريعها عبر تاريخ في العقود اللي ما يسمح بان وزير التعليم يبقى هو نقيب المعلمين وهو عمره ما كان معلم الى اخر القائمة وان وزير القوى العامة يبقى هو نقيب العمال والجرم التشريعي والتخريب اللي مدى على مدى التاريخ بخط ايد عوض المر بخط ايده لازم ده تعرفه كمجلس قومي لحقوق الانسان وتعرف ان كل ما هو مس بحقوق وليه هي محكوم بعدم دستوريتها؟ محكوم بعدم دستوريتها اساسا بعد اللي انت يعني اشرت اليه من تعريف صحيح لان المفروض ان اهل الشأن ودون سواهم من يصوغ قانون مهنتهم ليؤمن لهم كذا كذا مما اشرت وغيرها من غيرها فلئن تدخل طرف وخاصة جهة إدارية أو أمنية أو أي طرف كان بما في ذلك ما هو ليس لطرف أن يصوغ هذه القوانين إلا أصحاب الشأن. فإذا محكوم عدم دستوريتها ليه؟ لتدخل الجهات الإدارية عبر التاريخ ما يفقدها الدستوريات. دي نقطة. وفي هذا الشأن وتحديدا يعني يعني هو بيورد الأسباب بيفصل مراحل التخريب او تمت ازاي تشريعيا كي ان القانون مقيد يعني قصدي اقول ينظم النقابه وبعض القوانين ما يزال قائما ان مثلا يبقى اول شرط فيه يشترط لعضويه النقابه عضويه الاتحاد القومي او هيئه التحرير او لا ده موضوع خلص ما خلصش لسه من بعض القوانين لا بقول بعض القوانين ما النقابات المهنيه وسواها والعماليه والفلاحيه بعضها ما يعني ما اقصده ان الارث غائب وسائل وتدخل جهه الاداره ما يزال فاذا محكوم بعدم دستوريه القائم قاطبه يعني بصرف النظر عن ده موضوع مهم طيب. لكن اللي احنا بنتكلم عنه انه الدوله فيها سلطه تنفيذيه ايوه كده السلطه التنفيذيه فيها سلطه تشريعيه تمام فيها سلطه قضائيه تمام فيها قطاع خاص يعني الربح تمام يجب ان يكون فيها منظمات شعبيه مستقله لا تهدف للربح لا مستقله مطلقا يعني أيوة. مطلقا لا تهدف للربح أيوة. طبعا ده مهم تمام يعني لو تهدف للربح يبقى قطاع خاص ما خلاص ماشي متفقين هنا هذه المنظمات خدت ثلاث اشكال نقابات مهنية، نقابات عمالية، جمعيات أهلية. النقابات المهنية معروف إنها بتنظم المهن المختلفة. النقابات العمالية معروفة. منظمات المجتمع المدني سواء كانت بتهدف للارتقاء بحقوق الإنسان أو كانت بتهدف للدفاع عن مصالح فئات معينة. أو كانت بتهدف إلى تمكين الإنسان إنه يمارس هواياته. كل دي خدت اسم الجمعية الأهلية. والدولة مصرة على أن كل من يمارس سواء نشاط حقوقي أو نشاط خيري أو نشاط إنساني إنه كل ياخد شكل قانوني واحد هو شكل الجمعية الأهلية. علما بأنه يوجد في هذه الحركة ناس بترى إنها ممكن تشكل نفسها كشركة مدنية لا تهدف للربح. ممكن تسجل نفسها
لدى الجهات المختصة بأي شكل من الأشكال. فدي مشكلة رئيسية في الموضوع، إنه الجمعيات الأهلية إحنا المجلس القومي يريد أن تكون لها حرية اختيار الشكل القانوني لها. عاوزة تسجل جمعية أهلية تسجل، بس بشرط إن قانون الجمعيات الأهلية يكفل لها الاستقلالية، لأنه حتى المسودة الأخيرة عطي دور لوزارة التضامن الاجتماعي إنه اللي عاوز يعمل لكل حاجة الجهة المختصة التي هي وزارة التضامن التي هي في الآخر يعني أنا الحقيقة يعني إذا يعني عشان كده بطلب المساواة التي لدي، المساواة التي بين يدي، يعني من الشايف فيها ما يؤمن استقلال هذه المنظمات الشعبية ومتى زال كل مثال يعني التشريع التشريعات السابقة بشكل أو بآخر، يعني أقول يعني لم ترفع القيود صحيح، ولم يعني يتم تأمين استقلالية هذه المنظمة، ولا يوجد حاليا لدى السلطة التنفيذية إرادة أو رغبة، لأن الجامعات دي تبقى مستقلة تماما، إنها تحت يعني إنه ينتهي موضوع إن اللي عاوز يعمل جمعية أهلية يخطر وزارة التضامن والوزارة توافق ما توافق، أو يكون للوزارة دور في مراجعة حسابات الجمعية، أو يكون للوزارة دور فيما يتعلق بالانتخاب. هو ما فيش قضاء، هو ما فيش أنظمة تؤمن أي خرق يعني جنائي أو إداري أو من أي نوع.